السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. يا رب يكون الجميع بخير. يوم جديد وبداية جديدة، نجي نشوف هذه الجميلة سبحان الله، أو هذه الضخمة بالأصح اللي هي شجرة الكستناء. شوفوا ثمارها عليها، هنقرب منها أكثر ونشوفها عن قرب. شوفوا ثمارها سبحان الله، أوراقها سبحان الله كيف. طبعا هذه الأشجار اللي هي الكستناء تبدأ سبحان الله تطرح ثمار بعد 25 عام من عمرها، تبدأ سبحان الله تثمر. لذلك اللي هي الكستناء أسعارها شوية عالية وغالية شوية. نجي نشوف هذه سبحان الله كذلك اللي هي شجرة البخارة عندنا مثمرة، نشوفها من الجهة الثانية. للأسف شوفوا ثمارها سبحان الله جميلة، طبعا تذوقتها أنا، جميل طعمها جدا سبحان الله. طبعا أنا عندي حساب سناب شات وعندي إنستغرام، اللي حاب يتابعني أنا أحطه دائما في آخر الصفحة أو في نهاية الفيديو، ممكن يتابع حسابي حق الإنستغرام أو يتابع حساب السناب شات. دائما بسوي فيه شروحات عن النبات، وحياكم الله.